السؤال هو ليش ما نشجعش المنتخب النسوي؟ انا كنظن بالله هاد القضيه انهم تمكنوا انهم يمشوا لاستراليا هو واحد مصدر ديال الفخر بالنسبه لينا، وكيشجع كاع البنات باش انهم حتى هما ما يبقاوش يحشموا حتى هما يدخلوا في مجالات اللي نورمالمون غير الدراري اللي يكونوا فيهم. دونك هاد القضيه انا بالنسبه ليا مزيانه بزاف، كتبين بلي المراه المغربيه ممكن لها توصل فين ما بغات بالعزيمه ديالها وبالقوه ديالها، ما يبقاش فيهم الحال الا خسروا. وكنظن انهم غادي مازال غادي يمشيو بعيد وغادي يكونوا واحد المثال للبنات الصغار اللي حتى هما يقدروا يطمحوا باش يحققوا داكشي اللي بغاو. طبعا عاشت المراه سواء رياضيه سواء سياسيه سواء اقتصاديه، وكنشجع الفريق الوطني النسوي اللي غير فعال الرايه المغربيه. تحيه نسائيه، نقول لهم رفعوا الرايه المغربيه لانها دين فوق راسنا. الرايه المغربيه خاصها ترفع، خاصنا نجيبوا الكاس، خاصنا نبرزوا على الوطنيه لاننا خارج ارض الوطن. اياه ان شاء الله غادي نشجعوا بكل روح رياضيه، و جيسبر ان شاء الله غادي تديها غتنجح. شنو سميها؟ غيزلان شباكي شباكي. جو فو سويت بون كوراج وصافي، وغنتبعكم غنتبعكم غنشوفكم. نشجعوا كوراج 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 والنجاح ان شاء الله. غادي تنجحوا غادي تنجحوا، ديروا النيه. او شنو اخر؟ ديروا النيه ديروا النيه وسير سير سير سير. طبيعه الحال غنشجعوا المنتخب المغربي في استراليا، نشجعوا المراه المغربيه اللي غادي تلعب لنا الكره وتمثلنا في استراليا ان شاء الله. وعلاش ما يديرش شي حاجه؟ كلشي متوقع، كلشي متوقع ان ينجحوا كلشي. علاش ما يدربوا مزيان؟ ما يتخوفوش، ممكن يجيبوها.